بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من كان مصر 2019. العد التنازلي لختام البطولة الإفريقية رقم 32 كأس الأمم التي استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 من شهر يوليو الجاري. فترة كانت مميزة جدا، بطولة إفريقية بنكهة دولية بنكهة عالمية، كأس عالم مصغرة داخل مصر استضافت فيها مصر 24 منتخب إفريقي لأول مرة. بطولة أمم تقام بهذا العدد الكبير، لكن نجحت مصر في هذا التنظيم بالعلامة الكاملة 10 على 10 حتى هذه اللحظة، تنظيم على أعلى مستوى وتنظيم متميز جدا للدولة المصرية، وردود فعل عالمية أشادت بالتنظيم على أعلى مستوى. حتى ردود الأفعال داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كافة، الكل أشاد بتنظيم مصر في هذه البطولة الكبيرة اللي بالتأكيد هتبقى صعوبات على الدول التي ستستضيف هذه البطولة خلال السنوات القادمة، لأن مصر قدمت كأس عالم مصغرة للكرة الإفريقية والقارة الإفريقية جمعاء. 24 منتخب إفريقي بجماهيرهم كل الشعوب الإفريقية كانت متواجدة في مصر خلال الفترة الحالية، سعيدة بالتنظيم وبالأداء والمستوى بالملاعب بكل الأمور اللوجستية المتعلقة بتنظيم مصر لكأس الأمم كان 2019. هذه البطولة خلاص العد التنازلي لبطولة الأمم. يوم الجمعة القادم إن شاء الله زي النهاردة هيكون نهائي هذه البطولة الكبيرة بإذن الله، لكن خلال الأيام القادمة خلاص مباريات الدور نصف النهائي تحددت بشكل رسمي بعد تأهل تونس لمواجهة السنغال بإذن الله يوم الأحد الساعة 6 على استاد الدفاع الجوي، وتختتم مباريات الدور نصف النهائي مباراة كبيرة جدا وقوية بين المنتخب النيجيري والمنتخب الجزائري في تمام الساعة 9 من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، ثم مباراة الثالث والرابع والميدالية البرونزية يوم الأربعاء القادم، ثم المباراة النهائية والختام على استاد القاهرة الدولي زي النهاردة الجمعة القادم بإذن الله. وإن شاء الله بإذن الله نتمنى أن يكون النهائي عربي بين تونس والجزائر على الأراضي المصرية في ختام كان مصر 2019. عنوان هذه البطولة وعنوان هذه الحلقة: كرة القدم فرحتها مجانية. كرة القدم فرحتها مجانية لكل الشعوب الإفريقية. لو تابعنا خلال الساعات الأخيرة فرحة الشعب الجزائري وفرحة الشعب التونسي بتأهل كلا منتخباتهم إلى المباراة الدور نصف النهائي، بتشعر أن كرة القدم مهما كانت استعدادات المنتخبات أو الصرف على المنتخبات أو أيا كانت الصعوبات اللي بتواجه المنتخبات، لكن في النهاية الفرحة نفسها بتبقى مجانية للشعوب، لأن كل واحد ممكن بيسافر في أي مكان، يصرف في أي مكان، بيحاول قدر الإمكان يصنع السعادة لنفسه، لكن لعبة كرة القدم وهي لعبة شعبية كبيرة جدا بتصنع السعادة للشعوب، والشعوب العربية لما بتفرح بمنتخباتها بتبقى السعادة هنا مجانية، مش محتاج تكلف أي تكلفة، فبالتالي هنا الفرحة بتبقى كبيرة. وكلنا ضربنا المثل بفرحة المنتخب الجزائري وفرحة الجمهور الجزائري والشعب الجزائري بتأهل منتخب بلادهم إلى مباراة الدور نصف النهائي بعد تخطي الفريق الإيفواري. مباراة كانت صعبة جدا وقوية جدا، لكن استطاع الجزائر وأبناء جمال بالماضي تخطي هذه المباراة بركلات الجزاء الترجيحية ب4-3 بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1. ننتظر مباريات قوية في الدور نصف النهائي، ننتظر إن شاء الله نهائي عربي.